قصص وعبر يحكيوا على صيد كان جيعان جوع كبير نتيجة المرض اللي ألزمه الفراش أسبوع كامل. كيتعافى خرج يصطاد، ما تعددش مدة طويلة حتى اصطاد أرنب. وهو راجع للعرين متاعه والأرنب في يده كان يقول في نفسه: زعما الأرنب هذا يشبعني وين اللي ما ذقت شيء من أسبوع كامل. وفجأة راه غزال قريب منه يرتاح تحت ظل شجرة. ما كانش الصيد من العاكسين، صيب الأرنب وجرى ورا الغزال، لكن هيهات صيد تاعب ما ذاق شيء أسبوع كامل وغزال في عنفوانه. الأرنب مشى في سبيله والغزال هرب والصيد بقى جيعان، لرضى بالقليل ولحصل الكثير. وحديثنا قياس، وكيم يقول المثال العامي: لحصل مصافي ولا ملكرفة. والعبرة من القصة تتلخص في الحكمة اللي تقول: لا تفرط في المهم حتى تمسك بالأهم. وفي المثال العامي اللي يقول: عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. قصص وعبر.